مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الرفيعة التي تحمل في ثنياها العديد من المعاني الجميلة والمميزة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم بسام. بسام اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو على صيغة المبالغة على وزن فعال من الفعل بسم يبسم بسما، فهو باسم وهي باسمة، جمع باسمون وبواسم. يقال بسم الشخص أي تهلل وجهه عن شبه ضحكة خفيفة. والبسام من الرجال هو الإنسان الكثير الابتسام شديد انفراج الوجه، من يضحك ضحكة خفيفة باستمرار، ومن تهلل وجهه سرورا واستبشارا. طلق المحيا والبشوش الوجه. صفات حامل هذا الاسم: إنسان جميل الخلق والأخلاق، من يراه يحبه ويستأنس حديثه، محبوب ويحب الحياة ويبني صداقات كثيرة، يبتسم بالإصرار والشجاعة على تحقيق أهدافه وطموحاته، يفكر بأسلوب فيه الكثير من الذكاء والدهاء، يتعلق بالحظ ويعطي له دورا كبيرا في حياته، سريع الحكم على الأشياء والأمور ومتردد بعض الشيء. وهذه بعض الأبيات الشعرية: يا بسام القلب في حضورك يبتسم، وفي غيابك الحزن على الروح يحتكم، يا نجم الليل يضوي في الظلام، وجهك البدر وفيه الحسن والسلام، في بزمتك السحر يسري كالبخور، وفي لمستك يتبدد كل الفطور، يا بسام الروح يا ملاذ القلب، معك يصفو الزمان ويطيب الحب، أنت قصيدتي في كل الأزمان، وفي قربك تزدهر الأحلام والرضوان. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم بسام؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.